السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي حلوين؟ ان شاء الله اليوم بنزل معاكم وصفة تجنن. اذا انتي عاملة كيتو دايت وعاوزة تاكلي تغيري من وجباتك او من انواع الفطور ريوك، هعمل معاكي دلوقتي وجبة او فطيرة الكيتو الكيتوني، هتعجبك جدا باذن الله من طعم مذاق. حتى اللي عامله دايت عادي تقدر تتناول الوجبه دي حالا. هنعرف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي حلوين؟ يلا عاوزه لايك 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 على اجمل وصفه ان شاء الله هتعجبكم جدا. دلوقتي يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض الوصفه. طبعا الوصفه هيكون مكونها الاساسي عندي النهارده جوزة الهند. طبعا الوصفه اللي قبل كده اللي عملتها معاكم اللي باللوز المطحون، في ناس مثلا تقول لك مش عايزه وصفه باللوز، مش عايزه استخدم وصفات فيها لوز كتير، بالاخص اللي بيعملوا دايت عادي مش دايت مش دايت كيتو يعني، فبيبقوا محتاجين حاجات ما بقاش فيها دهون كتير. تمام كده، بالرغم ان الوصفه على فكره فيها اللوز ني، واللي هو اللوز المطحون ده ني، مفيش منه اي ضرر يا بنات. تمام، يلا هندخل في الوصفه مع بعض ونشوفها مع بعض. يلا هنعملها مع بعض. مقاديري ايه؟ هحتاج بيضه، هحتاج معلقه جبن ابيض ما يكونش مطبوخ، اي نوع جبنه غير مطبوخه، ومعلقه بيكنج باودر وسيليوم هاسك. وطبعا السيليوم هاسك احنا عارفين فوائده قد ايه، جميل، بيعمل على ترس المعده، بيمتص الميه زياده، جميل. فلما تدخليه في الوصفه تخيلي بقى انت عملتي قد ايه انجاز رهيب، وانك انت ترستي معدتك بشكل ممتاز وبطريقه يعني مش قادره تستحمليه في الميه، دخلتيه في الوصفه. تمام كده. طيب، وعندي اورجانو، اذا مش حابه نكهه الاورجانو حطي اي نكهه انت حباها. وطبعا قلنا معلقه جوزه الهند، واحتاج طوة، هعملها معاكم النهارده في الطوة. طيب هحط البيضه كده، هحط نكهه الاورجانو عليها، ده ورق هحط كده وهقلبهم مع بعض خالص. هنزل عليهم ب الجبن، بجفشة الجبن، جفشة جبن كبيرة، بتعملي دايت حطي معلقة الجبنة خالية الدسم، ما بتعمليش دايت حطي معلقة جبنة عادية، نظام كيتو معلقة جبنة عادية فيها دهون. تمام، هخلط دول كده مع بعض كويس جدا جدا جدا. هاخد معلقة من السيليوم هاسك، هاخد معلقة من جوزة الهند، بجد دي اعتبريها فطيرة جميلة جدا، تاكليها مع كوباية الشاي حليب وخلاص، واقفلي على كده. واعمل معاكم كيكات حلوة قوي، كيكة سريعة برضو بطرق سهلة جدا بدون اي دهون، ومعلقة البيكنج باودر، وهدول كده مع بعض. وعلى طول عندي هنا الطاوله بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم، احط فيها نقطه زيت، ممكن ما تحطيش اي حاجه، انا هحط نقطه زيت زيتون، وممكن تحطي قطعه زبده. طيب انا هاخد بقى بسرعه الخليط بتاعي ده، بس هحط عليه معلقه زي معلقه ميه كده، فاهمين؟ اهي معلقه واحده ميه. وهتاخدي احلى فطيره بالدنيا دي كلها. طبعا انا ما حطيتش ملح يا بنات، لان انا حاطه معلقه جبن وفيها ملح. خلاص سخنت، هوطي النار خالص اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. هغطي عليها لمده 3 دقايق وهوريكم اجمل فطيره بالدنيا هتبقى عامله ازاي. كده الفطيره بتاعتي استوت من تحت كويس جدا، وزي ما انتم شايفينها بقت هشه ازاي. قلبتها الناحية التانية وبرضو هسكر عليها لمدة دقيقة واحدة بس تتحمر، وهنطلعها مع بعض بإذن الله. وكده خلاص خلصت أحلى فطيرة عندي.
يلا انا بقى تعالي نطلعها مع بعض ونشوف جمالها. بسم الله ما شاء الله عامله زي من الجنبين. يلا نقطعها، شايفين طبعا انتوا بنفسكم القوام قد ايه هش وجميله لابعد ما تتخيلوا. رهيبة، أكتر من رهيبة. أنا حبيت أقدمها كده مع الخس واللبنة. طبعا تقدر تحطي على اللبنة زيت زيتون عادي شوية. وصار عندك أحلى وجبة حق الريوق، او لو انت جعانه بالليل تعمليها، مش هتعمل اي حاجه معاكي ولا تدخنك ابدا. لايك 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 لو ما رضيتش قناتي، اتمنى ضغط لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.